أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد مراسل أخبار الآن بتقدم قوات المعارضة نحو ريف حماة الجنوبي بعد تحريرها عدة نقاط عسكرية لقوات الأسد ذات أهمية استراتيجية، ورغم دخول المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حماة ضمن اتفاق خفض التوتر الموقع عليه بمؤتمر أستانة 4، إلا أنها تتعرض لقصف مستمر من قبل قوات الأسد والطيران الروسي. تجري اشتباكات عنيفة في أحياء البلدة القديمة بالموصل بين تنظيم داعش والقوات العراقية، سقط فيها العديد من القتلى بصفوف التنظيم والذي يحاول الزج بانتحاريه لعرقلة تقدم الجيش. وقال النقيب أحمد العبيدي إن القوات العراقية تمكنت خلال الاشتباكات الجارية بحي الشفاء من قتل 14 فردا من داعش بينهم انتحاريين. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الإمارات وحلفاؤها فقدوا ثقتهم في دولة قطر، مطالبا الدول الغربية بإقامة نظام فعال لمراقبة أنشطة الدوحة الداعمة للإرهاب. واعتبر قرقاش إن من شأن هذا النظام الجديد التأكد من منع سعي قطر إلى تمويل منظمات وشبكات إرهابية. أكد مصدر عسكري أن قوات الشرعية في اليمن سيطرت على مواقع وقرى في منطقة الكتحة غرب مدينة تعز عقب معارك عنيفة ضد الإنقلابيين. وبحسب المصدر فإن جنديين من القوات الحكومية قتلا وأصيب 4 آخرين بالمعارك. قتل 5 من رجال الشرطة الأفغانية على الأقل وجرح 15 شخصا آخرين بحسب حصيلة رسمية لضحايا هجوم تبنته طالبان. وأوضح قائد الشرطة في جنوب شرق أفغانستان أن مهاجما أولا كان فجر سيارته عند مدخل المقر ممهدا الطريق أمام 2 آخرين فتحا النار على قوات الأمن. أفادت البحرية الأمريكية بأن عمليات البحث المكثفة أسفرت عن العثور على جثامين 7 من أفراد البحرية الأمريكية الذين فقدوا في تصادم المدمرة مع سفينة شحن فلبينية، واستخدمت في عملية البحث عن المفقودين طائرات يابانية وأمريكية وقوارب. انطلقت أعمال الاجتماع السنوي الثاني للبنك الآسيوي للاستثمار بكوريا الجنوبية بحضور الآلاف من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المنظمات الدولية ورجال الأعمال، ويضم الحضور أكثر من 20 وزير مالية من أعضاء البنك المصادق عليهم مثل أستراليا والصين وجورجيا والهند وإندونيسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.